هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. أوسلو في عامه 30، إسرائيل تحول فكرة دولة فلسطين إلى سلطة رمزية وتستولي على ما تبقى من أرض. هل سقط الرهان على التسوية؟ من انتصار لبنان وتحرير غزة إلى انتفاضات الضفة والداخل المحتل، هل قلبت المقاومة المعادلات؟ قادة أمنيون وسياسيون إسرائيليون يحذرون من مخاطر الانقسام على الأمن الداخلي. كيف تحولت الأزمات السياسية في الكيان إلى أزمة وجودية؟ مرحبا بكم. فشلت إسرائيل في إنهاء ظاهرة المقاومة عبر استغلال اتفاقية أوسلو قبل 3 عقود. لا بل تحولت المقاومة إلى خيار شعبي وطني في فلسطين وخارجها. ضربت إسرائيل اتفاقية أوسلو التي هدفت إلى إقامة دولة فلسطينية، وأمعن الاحتلال في قضم الأراضي المحتلة عام 67، وحول السلطة الفلسطينية إلى سلطة رمزية على جزر سكانية. في المقابل رفضت المقاومة اتفاق أوسلو ونقلت الصراع إلى داخل فلسطين، ونجحت في تحرير غزة بعد انتصار لبنان عام 2000 واندلاع انتفاضات في كل فلسطين. تحولت المقاومة إلى قوة تفرض معادلاتها في المنطقة وأسقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وهي معادلة باتت مأزقا داخليا إسرائيلية يفرض على الإسرائيليين أسئلة وجودية ويغرقهم في كابوس الحرب الأهلية. الاحتلال نجح في توسيع التطبيع عربيا، لكنه خسر المبادرة العسكرية أمام حركات المقاومة. فهل يوفر له التطبيع أمنا استراتيجيا ككيان يقوم وجوده على مبدأ القوة؟ إذن هذه عناوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا. معنا من العاصمة دمشق مسؤول دائرة العلاقات العربية والقومية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد. من رام الله ينضم إلينا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، ومن القدس المحتلة ينضم إلينا القيادي في حركة فتح وعضو المجلس الوطني الفلسطيني سيد أحمد غنيم. مرحبا بكم ضيوفنا، شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية. اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها نبدأ بهذا التقرير. كل عام يتكرر اسم أوسلو في ذكراه فلسطينيا بعد أن أصبح هيكلا خاويا من أي التزام إسرائيلي، وبعد أن تنصل منه حتى المجتمع الدولي، لكن الفلسطينيين يكادون يجمعون أمرهم على المقاومة. فوحدة الساحات، جميع الساحات في فلسطين المحتلة عليها الرهان الحقيقي. محمد بو عبد الله، ما الذي تغير مذ وقعت منظمة التحرير اتفاق أوسلو؟ نشأت سلطة فلسطينية صورية يراها البعض، وازدادت إسرائيل قضما لأراضي الفلسطينيين وانتهاكا لحقوقهم. وبرغم تعاونها الأمني مع إسرائيل، شهدت السلطة بنقض الإسرائيليين الاتفاق، والشاهد أحد مهندسيه رئيسها محمود عباس. إسرائيل طبعا نقضت وخالفت الاتفاقات التي بيننا، منها بدءا من أوسلو. ما قاله الرئيس عباس قبل 4 سنوات استبقته معظم الفصائل لحظة الاتفاق بأنه تنازل بالمجان، وقد ثبت أن إسرائيل جعلت مساره مطية لتصفية القضية وأدخلت السلطة في لعبة التفاوض من أجل ذاته. بل حتى التزامات إسرائيل الشكلية لم تسلم من التنصل، برغم أن حقبة التسعينيات كانت مواتية بأجوائها الإقليمية والدولية لتنفيذ بنود أوسلو وما بعد أوسلو. حاصرت عرفات الراحلة والسلطة ورام الله، فاحتلالها جاثم في الضفة يوسع بؤر استيطانه، وحاصرت غزة القطاع وكررت عدوانها عليه، ولم تجد إلا عزم المقاومة وإصرارها والتفاف شعبها من حولها. وفي ذكرى أوسلو فتحت المقاومة جبهة أخرى في اتساع، بعد أن توحدت الساحات قطاعا وضفة، وعادت جنين كابوسا يؤرق الإسرائيليين كما نابلس وغيرها. فالخشية الآن من انفجار الوضع انتفاضة مسلحة لا تسمع لتحذيرات واشنطن تل أبيب، فهي تجر المقاومة إلى مربع الصدام هناك في الضفة بعد هدوء سنوات طوال من بعد انتفاضة الأقصى وحصار جنين. وحق للفلسطينيين ذلك، فلا أوسلو ولا السلطة ولا طابور المطبعين قد جاءهم بحل لأرض سلبت بقرار من الدول يوم كانت نكبة فلسطين. وحتى غصن الزيتون أسقطته إسرائيل، فلا سلام ولا أرض ولا دولة ولا قدس. والرهان كل الرهان على المقاومة، فهي أوجعت الاحتلال وتوجعه وتريد استعادة بالقوة للحقوق. فما أخذ بالقوة بغيرها لا يستعاد،
يثبت ذلك الاحتلال مجددا على أرض فلسطين. مجدد الترحيب بضيفنا، أبدأ وإياك سيد أحمد غنيم. نحن اليوم وإذ نقف على الذكرى 30 لتوقيع اتفاق أوسلو، لا نقف عنده بطريقة كلاسيكية بمعنى ذكرى بروتوكولية ونتحدث عما جرى، وإنما سننطلق في ذكرها انطلاقا من واقع الحال على أرضنا المحتلة فلسطين. لا دولة ولا هم يحزنون، لا التزام إسرائيلي واتساع للاستيطان وعملية تهويد وما إلى ذلك. لم تلتزم إسرائيل، وهذا ما قاله أيضا النخبة الفلسطينية بما فيهم قيادة السلطة ممثلة بالرئيس محمود عباس. إذا متى يسقط الرهان على الخيار التسوي؟ أولا مساء الخير لك وللرفيق العزيز أبو أحمد فؤاد وللدكتور الصديق أيضا الدكتور مصطفى البرغوثي ولجماهير شعبنا في كل مكان ولأمتنا. الرهان سقط، يعني لا يجوز لأي أحد منا على المستوى القيادي أو على أي مستوى كان أن نستمر في بيع الوهم للشعب الفلسطيني، وعلينا أن نقف بشجاعة لنقول الحقيقة بأن هذا الرهان على هذه التسوية قد سقط، لأن هذه التسوية قامت على أساس يعني فلسفي له بعدين. الأول حتى يتمكن الأطراف الذين هناك تباين هائل في وجهات النظر بينهم فيما يتعلق في الرواية على الأرض، استخدموا الطرفين الغموض في هذه المسألة، وقامت على الجزئين اللي قلت عنهم. الجزء الأول المتعلق بالحديث عن إدارة الحكم والترحيل للقضايا الأساسية، باعتقاد أن كان هناك رائتين لهذه المسألة. كان الأمل لدى الشعب الفلسطيني ولدى قيادة الشعب الفلسطيني أن نتمكن من خلال التفويض بالحكم أن ننتقل إلى السيادة على الأرض، ولكن هذا الكلاسيكي سيد غنيم، أنا آسفة على المقاطعة، هذا في الكلاسيكي، لكن نتحدث عن 30 عاما، عن 3 عقود منذ يعني بدايات إسرائيل لم تلتزم. يعني اتفاق أوسلو هو اتفاقات وفي مراحل وصولا إلى اليوم، في الضفة تغلي وفي تحذيرات، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تنبه، وهناك تحذيرات حتى مصرية. واقع الحال اليوم على الأرض يدفع لإعادة القراءة بالمعنى العملي، أن نلعب أنا أوسلو ونقول بأنه فشل شيء، لكن أن نكون عمليا نخرج من اتفاق أوسلو، هذا كيف يمكن أن تشرحه لنا على الأرض موجود؟ شوفي أختي، أنا بكل وضوح أقول أن المهمة التاريخية ربما لحركة فتح الآن ولمنظمة التحرير الفلسطينية هي إنزال هذا الاتفاق عن كاهل الشعب الفلسطيني. هذه المهمة التاريخية لقيادتنا ولحركة فتح ولكل الذين كان لهم يعني مسؤولية في وجود هذا الاتفاق. أنا أحمل على كتفي هذا الثقل، كنت واحدا من الذين شاركوا في المجلس المركزي وتحدثت باسم الكادر التنظيمي في الأرض المحتلة عن الأمل في إمكانية أن ننتقل من الولاية بالتفويض إلى السيادة على الأرض، وقدمنا قراءة لهذا الاتفاق تعتمد على بقائنا على بقاء المقاومة، بقاء الرجال على أحد وعدم النزول عن أحد والاستمرار في مواجهة الاحتلال حتى في هذه الفترة. ثبت أن ذلك في موازين القوى في الصراع لا يمكن له أن يستمر، وبالتالي نحن الآن متأخرين في هذه المسألة، وكان علينا منذ يعني بات واضحا أن إسرائيل عطلت كل هذه الاتفاقيات وداستها بالدبابات الإسرائيلية وبسلاحاتها اليومية على الأرض، ومحاولتها فرض قراءة لهذا الاتفاق تستهدف الأرض الفلسطينية وتدمر إمكانية وجود دولة فلسطينية على أرض فلسطين، وتستبيحها بالاستيطان، وتحاول أن تغير الواقع الجغرافي والديموغرافي على الأرض بقوة السلاح والصواريخ والطائرات وبالقوة العسكرية. كان علينا أن نكون واضحين وأن نقول أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الاتفاق. الاتفاق اتفاق أوسلو اتفاق ميت، ولكن الأطراف التي وقعت عليه لا تريد أن تقوم بعملية التشييع لهذا الاتفاق. لماذا؟ كل للأسباب التي لدي. أنا أعتقد أن الاستمرار في من قبلنا كفلسطينيين في هذه المسألة هو مجرد مراهنة على وهم لا يمكن له أن يتحقق، وبالتالي يمكننا بكل وضوح أن نقف أمام الشعب الفلسطيني في الأيام القادمة، كما قال الرئيس في خطابه في العام القادم أن لديهم عام لإنجاز الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة. آن الأوان أن نقول لشعبنا أننا سنطبق
القرارات التي اتخذها المجلس الوطني والمجلس المركزي مرتين أكثر من مرة، وهي إنهاء هذه ولا العلاقة مع يبدو دولة أنه في رفاهية وقت. عفوا سيد غنيم، حتى نشرك ضيفينا، لأنه المسار الذي نشهده على الأرض وحتى يعني بخط بياني يعني من العام الماضي وصولا إلى اليوم، إن كان وحدة الساحات سيف القدس وواقع الضفة أو المسار الذي تسلكه الضفة اليوم، لا يبدو بأنه لا القيادة الفلسطينية أو النخب الفلسطينية تملك رفاهية الوقت للحق حتى في الركب حيث انتخبت ربما الخيارات، أو حتى بالنسبة لإسرائيل، وهذا سنناقشه. لكن سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد، هل أوسلو ملعون بالمطلق؟ بمعنى في قراءات كانت للقيادات التي كانت حاضرة ومن ضمنها الجبهة وشهيد أبو علي مصطفى ممن عادوا إلى الأرض المحتلة ضمن المسار، وإن كان هناك رفض للاتفاقات وعدم المشاركة حتى بخوض اتفاقات الحل النهائي وما إلى ذلك. هل أفشل أيضا ما أردته إسرائيل من اتفاق أوسلو في مسار تم الاستفادة منه من اتفاق أوسلو عن طريق المقاومة، غزة عنوان لذلك، ونرى مفاعيله اليوم؟ أولا تحياتي لك وللأخوة الأعزاء كل التقدير والاحترام، وأنا أحترم وجهة النظر التي قدمها أخي العزيز غنام لأنها منطقية إلى حد كبير، وهو له مواقف يعني وطنية مشهودة. وللدكتور مصطفى الذي نعتز بعلاقتنا وبكل الاحترام له. أولا أنا يعني أسأل، ألم يحن الوقت أن تتم وقفة مراجعة بعد 30 عام لهذه الكارثة التي أصابت الشعب الفلسطيني من جراء اتفاقات أوسلو؟ هذه ذكرى مؤلمة الحقيقة، ذكرى مؤلمة بكل المعاني. بعد 30 عام زادت الخسائر على مختلف الصعد، السياسية منها والأمنية والاقتصادية إلى آخره. أنا أقول آن الأوان أن تتم وقفة مراجعة جدية من قبل مؤسسات منظمة التحرير وكل الفصائل بدون استثناء. إلى أين وصلنا؟ إلى أين أوصلتنا يعني اتفاقية أوسلو؟ ثم كيف بدأت؟ وكيف حصلت؟ وبالآخر ما هي النتائج؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ هكذا ممكن أن تعالج الأمور في حركات التحرر بالأحزاب الثورية بمرحلة التحرر الوطني، وليس بالاستمرار في الخطأ والخطيئة إلى ما لا نهاية. نحن الآن أمام تطور نوعي لدى الشعب الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بالمقاومة وأشكال المقاومة. هذا شعب عظيم وبكل المعاني عظيم. بالبداية نعم كما قال أخي غنيم، بالبداية يعني ربما حصلت عملية تضليل، ولكن أنا أعود وأقول الآن كيف حصلت يعني اتفاقية أوسلو؟ كيف؟ ألم تحصل من وراء ظهر كل الناس بما في قيادة فتح؟ بما في مؤسسات منظمة التحرير، بما في الفصائل، بما في الشعب الفلسطيني؟ هذا صحيح. لماذا حصلت من وراء ظاهر كل هذه الأطراف؟ لأنها فعلا كانت باتجاه خاطئ. واتفاقيات أوسلو ما جاءت الحقيقة يعني في يومها، بل هي أعد لها منذ ما بعد يعني اجتياح الكيان الصهيوني للبنان وخروج المقاومة من لبنان، بدأ الإعداد لتقديم التنازلات. نعم. سواء في ذهاب يعني بعض القيادات لنظام كامب ديفيد أو ما ترتب على ذلك من توزع المقاومة في مناطق مختلفة، ولكن في ذلك الوقت قال شعبنا كلمته عندما قال الانتفاضة الآن وليس غدا، وقام بالانتفاضة الأولى، وبعدها عقدنا مجلس وطني فلسطيني. طيب. كان مجلس وطني توحيدي، وأقر إعلان الاستقلال ووحد الساحة الفلسطينية. الآن نعم نحن أمام مصيبة، ولكن الشعب عظيم عظيم ولن يمرر الحقيقة هذه المصيبة، وآن الأوان أن نقف بمسؤولية عالية أمام هذه الكارثة التي أصابتنا، ونتخذ موقف بإلغاء اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي. في حد بيقدم لشعبه، في حد بيقدم لمحتله ضرائب؟
في حد بيستنى الهواء حتى يجي من الكيان ولا الكهرباء ولا المي ولا أي شيء بدل ما يكون هذا من خلال الأردن أو من خلال مصر أو إلى آخره؟ طيب سيادة اللواء، كل الأوراق يعني ربما بموافقة الفريق المفاوض. طيب سيادة اللواء، وأنا أنتقل أيضا لنسمع دكتور مصطفى البرغوثي، لأنه هذا كلام نسمعه يتكرر ويكون هناك مطالبة بهذه المراجعات وبأنه التوقيت الحساس والمفصلي والتحولات التي تجري وبأنه في أخطاء ارتكبت، ليس الآن موقع لنكء الجراح وإنما لاجتراح ربما خيارات وحلول. دكتور مصطفى البرغوثي، لم يسقط اتفاق أوسلو بالمعنى العملي، لكن على الأرض اليوم في من يتابع الأرض الفلسطينية كيف تشتعل، كيف تتفاعل وواقع الضفة اليوم، هل نموذج الشاب الذي نراه في الضفة أسقط الخيار التسوي؟ يمكن أن نقول في المقاربة بين ما جرى على مسار 30 عاما واليوم، ما الذي قد يقال؟ تحياتي لك وللأخ المناضل العزيز أبو أحمد فؤاد وللأخ أحمد غنيم أيضا، وكلاهما مناضلان باسلان في الثورة الفلسطينية، وتحياتي لجمهور المستمعين جميعا. أنا أعتقد أنه الموضوع معقد وليس بسيطا. معقد لأنه من ناحية إسرائيل الاتفاق انتهى قتلته، من الناحية الفلسطينية ما زال هناك تمسك بالاتفاق من القيادة الرسمية الفلسطينية ومن السلطة الفلسطينية، ولم يحسم هذا الأمر رغم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني. لكن إذا أردنا أن نحلل الأمر بشكل دقيق وصحيح ونجد إجابات على ما يجري، لابد أولا وقبل كل شيء أن نحدد ما الذي كان خطأ في أوسلو. أوسلو كان فيه 6 خطايا أو 6 أخطاء كبيرة، لابد من ذكرها وأن يعيها شعبنا بشكل كامل حتى لا تتكرر. لأن أوسلو ليس مجرد اتفاق، أوسلو نهج قائم على افتراض أن الحل يمكن أن يأتي عبر المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي. الأخطاء 6 كانت أولا عقد اتفاق على، وعلى فكرة مفاوضات أوسلو جرت ليس فقط من وراء ظهر القيادات الفلسطينية في منظمة التحرير، بل أيضا من وراء ظهر الوفد الرسمي المفاوض بقيادة الدكتور حيدر عبد الشافي. الخطأ الأول كان عدم احترام رأي الوفد المفاوض بعدم عقد أي اتفاق دون وقف الاستيطان. النتيجة عندما عقد اتفاق أوسلو كان هناك 121 ألف مستعمر مستوطن، اليوم هناك 750 ألف مستوطن والاستيطان مستمر على قدم وساق. ثانيا كان هناك اعتراف بإسرائيل دون أن تعترف إسرائيل لا بدولة فلسطينية ولا بوجود فلسطيني، وفقط اعترفت بمنظمة التحرير كممثل للفلسطينيين، والاعتراف بإسرائيل حتى لم يحدد ما هي حدود هذه الدولة التي يعترفون بها. ثالثا الاتفاق بجزئه الثاني قبل بتقسيم الضفة الغربية، التقسيم الكارثي إلى مناطق ألف وباء وجيم. رابعا كان حلول جزئية دون تحديد نهاية واضحة. وخامسا التنسيق الأمني، هذا جزء رئيسي من اتفاق أوسلو، وهذا أمر أيضا سيء جدا وخطير جدا وأضر بالشعب الفلسطيني. وسادسا اتفاق باريس الاقتصادي الذي نجم عن اتفاق أوسلو وجعل السلطة الفلسطينية فريسة للضغط الاقتصادي الإسرائيلي. ما أريد أن أقوله، أوسلو لم يكن مجرد اتفاق، كان نهجا افترض إمكانية الوصول إلى حل وسط مع الحركة الصهيونية ومع إسرائيل. ما ثبت قطعا أنه ليس لدى إسرائيل ولا الحركة الصهيونية أي نية لحل وسط. كل ما أرادوه استخدام اتفاق أوسلو لتفريغ نتائج الانتفاضة الشعبية الأولى التي غيرت ميزان القوى بتضحيات وعطاء الشعب الفلسطيني، وللأسف نجحوا في ذلك. اليوم يعني وبعد 29 عاما آن الأوان منذ زمن بعيد لإنهاء هذا الاتفاق والتحرر منه ووقف التنسيق الأمني والتحرر من كل الاتفاقيات الاقتصادية الجائرة. ولكن هذا يعني له معنى، معنى ذلك تبني نهج بديل، والنهج البديل المطلوب هو ما يفعله الشارع والشباب الفلسطيني والمناضلون الفلسطينيون، وهو نهج وخيال الكفاح والمقاومة كنهج استراتيجي بديل لما فشل. بديل ليس فقط لنهج المفاوضات الذي فشل ونهج المراهنة على حل وسط. طيب. لن يحدث،
وإنما بديل للمراهنة على دور أمريكي في هذه العملية. لا نتحدث عن هذا الدور أو حتى عن الظروف والمناخات التي نعيشها اليوم، كنا نسأل ونبحث في عملية التأثير أيضا، لأنه كان في معادلات قوة تنامت إن كان على مستوى المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية، ودفعت في مكان أن نرى أيضا إسرائيل في مأزق بشكل أو بآخر. هذا سيحيلنا لهذا التقرير ونكمل، حيث أيضا وصلنا في النقاش ربطا يعني فيما نعرضه تحذير رئيس الشباك من خطر الانقسام الداخلي على أمن إسرائيل يعكس أزمة عميقة وخشية حقيقية من الخطر المحدق بمستقبل إسرائيل، الذي يبدو برأي محللين إسرائيليين مطابقا تماما لرؤية من وصفوهم بأعداء إسرائيل. منال إسماعيل. إلى قائمة المحذرين من خطورة الانقسام الداخلي في إسرائيل ومساوئ خطاب التحريض والكراهية بين التيارات الإسرائيلية، ولا سيما في حمأة المعركة الانتخابية، انضم رئيس الشباك رونين بار، الذي تحدث في خطاب صريح وعلني في مؤتمر معهد ما يسمى بسياسة مكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان عن تأثير هذا الانقسام على أمن إسرائيل وتقديمه حقنة دعم لفصائل المقاومة. إن عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل والانقسام الداخلي والخطاب المتطرف على الشبكات الاجتماعية عوامل تشكل حقنة دعم لدول محور الشر وللمنظمات الإرهابية والإرهابيين المنفردين. أعداؤنا يشعرون أن حصانتنا الوطنية تضمحل، وهذا يجب أن يقلقنا أكثر من أي شيء آخر. كلام رئيس الشباك سبقه موقف مماثل لوزير الأمن بيني غانتس، الذي اختار هدفا لترشحه للانتخابات ولمنصب رئيس الحكومة منع خطر اندلاع حرب أهلية في إسرائيل. أعتزم وضع حد للأزمة السياسية وإعادة الأمان وتنفيذ الأمل في أن تكون الأمور هنا أفضل، ومنع خطر اندلاع الحرب الأهلية الإسرائيلية الأولى التي بدأت تغلب الفعل على الأرض. من يريدون تقسيم إسرائيل إلى إسرائيل الأولى والثانية والثالثة سوف يجلبون علينا الحرب الأهلية الإسرائيلية الأولى. مروحة المحذرين من خطر تفتت المجتمع الإسرائيلي اتسعت لتشمل عددا واسعا من المسؤولين الإسرائيليين، أبرزهم رئيس لجنة الخارجية والأمن وعضو الكنيست عن حزب هناك مستقبل رام بن باراك، الذي قال إن التفكك الداخلي وانهيار تماسك المجتمع الإسرائيلي يمثلان حافزا لأعداء إسرائيل لتغذية هذا التفكك، واتهم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بتمزيق المجتمع الإسرائيلي. وبالرغم من اعترافهم بصوابية كلام بار، رأى محللون أنه من الغريب جدا أن يتطرق رئيس الشباك إلى موضوع حساس كهذا في تصريح علني لما يحمله من ضرر كبير على صورة إسرائيل وردعها، فيما أشار خبراء إلى أن الترجمة العملية لكلام بار تفيد بأنه عندما تذهب دولة إلى 5 جولات انتخابية في أقل من 4 سنوات فإن سلطاتها ومؤسساتها تنهار، وأنها تبدو تماما كما هي في عيون أعدائها دولة تتفتت. سيد أحمد غنيم، رئيس الإسرائيلي السابق والحالي، كان لديهم تصريحات تحذر من هذا الانقسام العمودي والأفقي الذي يطال بين قوسين إسرائيل، وبالتالي تحذيرات من أن يتحول الأمر لحرب أهلية، اتسع لنسمع قيادات أمنية وحتى عسكرية في ذات الإطار بالتوازي مع ما تعيشه الأراضي المحتلة لا سيما الضفة، وهي عنوان أساسي، ولا يوجد انتفاضة إن صح التعبير بدون الضفة. نرى تحركات وبمشاركة أيضا من فتح أو كتائب شهداء الأقصى، والبعض وضعها في إطار ولادة جديدة ما بعد يعني خروجها من العمل للمقاومة وفق سياقات الاتفاقات التي تمت، اتفاقات أوسلو، سحب السلاح وإصدار العفو عن الغالبية. اليوم المقاربة لحركة فتح انطلاقا من هذه الظروف والحيثيات، إسرائيل في مأزقها الداخلي سياسيا واجتماعيا بين قوسين وعلى مستوى تطورات الضفة. الأزمة في إسرائيل أزمة حقيقية، وإسرائيل تعيش أزمة عميقة، هي انعكاس لفكر الحركة الصهيونية الذي يقوم على فكرة إيديولوجية متطرفة وعنصرية. الفكرة تقوم على أساس يعني نقيض لحقيقة وجود الشعب الفلسطيني وإنكار
وجود وتاريخ الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، وعبر كل عمر هذا الكيان منذ حتى وعد بالفور إلى الآن ومنذ تأسيس الحركة الصهيونية، عجزت الحركة الصهيونية عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وهزمت الفكرة الصهيونية أمام الحقيقة الفلسطينية المتجسدة على الأرض، وبالتالي كل ما يدور في إسرائيل هو انعكاس لهذه الأزمة. وفي السنوات الأخيرة بدأ كان المجتمع الإسرائيلي، يعني منذ تأسيس دولة إسرائيل هناك أزمات في المكون الاجتماعي وفي المكون السياسي، ولكن أدارت الدولة التوازن في داخل هذه المكونات الاجتماعية والسياسية بلحمة الأيديولوجيا الصهيونية. يعني كانت الأيديولوجيا الصهيونية تشكل الإسمنت الذي يحافظ على وحدة المجتمع الإسرائيلي. أمام الأزمة التي يعيشها فكر الحركة الصهيونية الذي يعني صدم بحائط الصمود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، بدأ المجتمع الإسرائيلي يتفكك في مكوناته الأيديولوجية وينزع إلى اليمين، إلى التطرف أكثر، في محاولة للعناد مع الحقيقة الصلبة على هذه الأرض، ويعتقد أن مزيد من القوة، مزيد من التطرف، مزيد من العنصرية ربما تمكن هذه الفكرة الصهيونية، تنقذ الفكرة الصهيونية من أزمتها، وبالتالي تتمكن من الانتصار لفكرتها الأساسية التي تقوم على أساس نقيض للشعب الفلسطيني. الآن هذه القراءة تتطلب من الشعب الفلسطيني ومن الأمة العربية ومن الأمة الإسلامية أن ترى بعمق هذه الأزمة، وأن تدرك بوعيها حقيقة أن هذا الكيان المتسلح بالترسانة العسكرية التي يعتبروها هي الأكثر تفوقا في المنطقة، هو في داخله بدأ يتعرض إلى شيء من الهشاشة، وأنه لا يمكن المراهنة على هذا الكيان في تحالفات كما يعني قامت بعض الدول العربية باعتقاد منها أنها تلجأ إلى تحالف الخائفين. لكن مقاربة حركة فتح للخيارات الآن طالما هذه الظروف بهذا الشكل، وتفصلت الكثير منها سيد أحمد غنيم بشكل يعني مهم ومفيد يفترض او يمكن الاستفاده والبناء عليه، في شيء مقاربه يعني تعتمد الان للمقبل انطلاقا من هذه الحيثيات بين واقع اسرائيل داخليا وما تعيشه الارض المحتله لا سيما الضفه باقتضاب لطفا؟ انا اراهن على الوعي في ضمير ابناء وكوادر حركه فتح، ولكن ذلك لا يكفي. المهم ان تدرك كل الحركه الوطنيه أنها عندما تتحدث عن تعميق أزمة المحتل، عن تعميق أزمة الفكرة الصهيونية، عليها عندما تتحدث عن وحدة الساحات أن تنتج وحدة الساحات حقيقة على الأرض، عليها عندما تتحدث عن الوحدة الوطنية أن تنتج الوحدة الوطنية حقيقة على الأرض. أنا أتحدث عن ضمير الوعي الجمعي للحركة الوطنية الفلسطينية بكل مكوناتها، وربما هناك لدينا أزمة في وعي المستوى القيادي من مختلف التنظيمات ربما لهذه المسألة، وأنا أخشى أن هناك مراهنات في مكان ما فلسطيني على دولة مؤقتة الحدود، أو أنه على هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال، أخشى أن هناك إعادة إنتاج لجثة أوسلو في مكان آخر. أنت تشير سيد غنيم إلى قطاع غزة، وهذه واحدة للأسف من النقاط المؤلمة جدا فيما نجحت إسرائيل معذرة بأن تدب خلافا يعني عميقا للأسف بين القيادات الفلسطينية، يعني الخلافات البينية وتكاثرها، يعني بينما كانت المشخصة المواجهة باتجاه إسرائيل استطاعت حتى ما بعد اتفاقات أوسلو أن تكون المواجهات أو الصراعات أو التجاذبات بينية فلسطينية. تسمح لنا نسمع رأي الدكتور أو سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد؟ إيه تفضل تفضل. لا تسجلي علي هذه النقطة، اسمحي لي أن أقول عبارة واحدة. أنا قائد فلسطيني عابر للتنظيمات، فكري ينتمي إلى الأرض، إلى الوطن، إلى الشعب بأكمله، ولا أحاول أن أكون في مكان يبث خلافات في أي تكوين فلسطيني، ولكني بوعي بضميري أحذر كل الفلسطيني من إعادة إنتاج فكرة أوسلو في أي مكان وبأي طريقة كانت، لأنها ستكون دمارا على الشعب الفلسطيني، وعلينا أن نتعلم من دروسنا عبر التاريخ. نعم. من فيصل الأول إلى اليوم، يعني من فيصل الأول إحنا
كل أزمتنا كانت أننا رفعنا من شأن مسألة الحكم على حساب مسألة الوطن، لا حافظنا على الحكم ولا حافظنا على الوطن. علينا أن نعلي من شأن مسألة الوطن التي لا سبيل للوصول إليها إلا بالمقاومة، بوحدة الساحات، بالوحدة الوطنية. هذا أريد أن أسمع سيادة اللواء رأيك فيه، خصوصا أنه نحن اليوم اتفاقية أوسلو أفرزت سلطة لم تفرز دولة، سلطة يعني حكم وتقاسم سلطة وما إلى ذلك. حتى كلمة الوطنية لم يستطع رغم الاجتماعات والاتفاقات تبع أوسلو الخاصة بأوسلو أن يكون هناك السلطة الوطنية الفلسطينية مكتوبة ممهورة معترف بها إسرائيليا، وإنما سلطة فلسطينية. ولذلك أشرنا لمحاولة دب الخلاف الداخلي. رأيك سيادة اللواء بما طرحه السيد أحمد غنيم، وبينما يفترض أن نتحدث كيف الاستفادة من المأزق الداخلي الإسرائيلي، يتحدث في جوهر أيضا الخشية من استمرار أو توسع خلافات داخلية تحول دون الوصول لما يطرح إليه الشعب الفلسطيني. العدو الصهيوني يعاني من أزمة وأزمات مختلفة، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي إلى آخره، وبات الأمر معروف. ومن يدعم هذا العدو الولايات المتحدة أيضا تعاني من أزمات، وهناك متغيرات على الصعيد الدولي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ويصعب أن نطرحها هنا، لكن يجب أن نتوجه نحن كمنظمة تحرير وشعب فلسطيني شرقا، لأن موازين القوى عم تتغير، وهذا التفرد الأمريكي لم يعد قائما من الآن وصاعد على ضوء التطورات الدولية الحاصلة. الأمر الآخر أن ما يريد الكيان الصهيوني للفلسطيني هو فقط بحدود ما يسمى السلام الاقتصادي، وأعتقد أننا كلنا تابعنا ما كتب من قبل منظرين صهاينة أو حتى من قبل كيسنجر بالأيام القليلة حول هذا الكيان وأزمات هذا الكيان، وأن هذا الكيان يعني مهدد وهناك مخاطر عديدة يعني تهدده. وفي نفس الوقت أعتقد أن العدو يفكر بسلام اقتصادي في غزة وبسلام اقتصادي في الضفة، وليس هناك يعني أي شيء آخر مطروح لا من قبل الأمريكان ولا من قبل يعني الكيان الصهيوني. لذلك المطلوب الآن أن تشتد صواعدنا لمواجهة يعني هذه الاحتمالات القادمة، وأن نراهن على محور المقاومة، وأن نراهن الحقيقة على المقاومة بمختلف أشكالها، لأنه أيضا في مخاطر تهدد صحيح فلسطين والكيان الفلسطيني إلى آخره، ولكن هناك مخاطر تهدد لبنان أيضا، وكلنا نعرف أن هناك يعني تطورات قد تكون خطيرة بالفترة القريبة القادمة، وهناك محاولات احتمالات أن يكون هناك عدوان على لبنان إلى آخره. لأن كلنا في محور المقاومة، يجب أن نقاوم هذا الاحتلال، ولدينا الإمكانية أن نقاوم هذا الاحتلال. في نقطة سيادة اللواء فقط حتى للتعقيب عليها وتكمل لطفا معذرة على المقاطعة، ما أشار إليه سيد غنيم لأنه أشار لموضوع أنه موضوع غزة واتفاق على جثة أوسلو وما إلى ذلك، فقط يعني تعقب عليها وتكمل معذرة حتى ننتقل أيضا دكتور البرغوثي. يعني أنا أريد أن أقول الحقيقة أنه يعني معركة سيف القدس وما تبع معركة سيف القدس هذه مؤشرات أن المقاومة تستطيع أن تردع هذا العدو، بغض النظر عن الوساطات والاتفاقات الآخرة التي لم ينفذ منها شيء، ولكن الاعتماد على قوة الردع الفلسطينية. وأريد أن أقول الحقيقة عن اتفاقات أوسلو. باليوم يعني سمعت رئيس الوزراء الفلسطيني يسجل السلبيات العديدة على اتفاقيات أوسلو. إذا من الذي يرعى اتفاقات أوسلو؟ الأمر الآخر اليوم سمعت على يعني لسان جهة مسؤولة فلسطينية، منذ اتفاقات أوسلو حتى يومنا هذا في 135 حالة 135 ألف حالة اعتقال، والمرة الماضية كان هناك ما يزيد عن مليون حالة اعتقال منذ أن احتل العدو هذا الوطن. من هنا أقول أنه حتى في الفترات السابقة لم يتم التطاول قبل أوسلو على المسجد الأقصى بهذه الطريقة، ولم يهدد يعني بأن هناك احتمال في نهاية الشهر الحالي أن تدخل العصابات الصهيونية لتفعل فعلها في المسجد الأقصى.
لم يحصل ذلك يعني قبل اتفاقات أوسلو. لذلك اتفاقات أوسلو شقت نهجا معينا المستفيد منه هو الكيان الصهيوني ومن يدعم الكيان الصهيوني. لا فقط وأنا أنتقل إليك دكتور مصطفى برغوثي، ما أشار إليه السيد أحمد غنيم وليس يعني جوهر النقاش، لكنه أيضا مطروح أنه تحول ربما من مشكلة اتفاق أوسلو في الضفة يعني أو غزة والضفة كتوحيد إلى أن تتحول دولة في غزة أو يعني اتفاق جديد على جسد أوسلو بهذا الإطار، لأنه شغل وحكي والأمر كله في عملية الدب الخلاف الداخلي يعني بين الفلسطينيين والمبادرة يعني الوطنية الفلسطينية. افترض بأنكم اشترحتموها دكتور مصطفى البرغوثي للبحث عن خيار ثالث بين ما بعد الانقسام حركة فتح وحركة حماس، هذا في جانب. جانب الآخر، ما مدى فعلا المأزق الذي تعيشه إسرائيل؟ واليوم عندما نسمع رئيس الشباك قيادات أمنية وعسكرية تتحدث عن مخاطر حرب أهلية، يعني هذا عن ماذا يعبر وخصوصا مثل هكذا شخصيات تتحدث عن؟ شكرا لك. أولا علينا أن ننتبه أنه أنا قلت أنه الوضع الذي نشأ وضع معقد، يعني ليس سهل وليس بسيط ومعقد. لماذا؟ لأنه أولا اتفاق أوسلو هو الذي خلق الانقسام الفلسطيني، خلق أرضية الانقسام الفلسطيني، من هم موافقون على هذا الاتفاق ومن هم معارضون له وهم الأغلبية، ولكن هذه كانت أرضية الانقسام الذي حدث لاحقا. النقطة الثانية أنه خلق سلطة، سلطة الآن في الضفة الغربية وسلطة أخرى في قطاع غزة، وكلا السلطتين تحت الاحتلال. طبعا في الضفة في غزة يختلف الوضع، لأنه الاحتلال بالمقاومة والكفاح والبسالي أجبر على الخروج من داخل قطاع غزة، ولكن هو يحاصر غزة من جميع النواحي، وبالتالي الاحتلال أيضا قائما بهذا الشكل أو ذاك. السؤال المركزي هنا، وطبعا في جانب آخر، أنه هذه السلطة مش بس سلطة، يعني في 130 ألف موظف تديرهم هذه السلطة، وهذا ليس الأمر المهم، هؤلاء معظمهم ناس وطنيين، ولكن في مجموعة مصالح معينة نشأت لفئة اجتماعية ذات مصلحة في بقاء العلاقة مع الاحتلال. صحيح. وهذا طبعا تحدي كبير يواجه الفلسطينيين. الآن المخرج من هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بالتوافق على ثلاث أمور. الأمر الأول التوافق على برنامج وطني كفاحي استراتيجي بديل، وعلى استراتيجية وطنية كفاحية بديلة لنهج التفاوض. يعني بكفيش إلغاء أوسلو، يجب إلغاء النهج كله. ما سمعناه حتى من جانب السلطة انتقادات لأوسلو، ولكن لم ولما جرى بعد أوسلو ولقتل إسرائيل لأوسلو، ولكن لم نسمع حتى الآن استعدادا للتخلي عن النهج الذي قاد إلى أوسلو والذي يمكن أن يقود لأوسلو جديد أو شيء آخر من هذا القبيل. إذن المطلوب أولا نهج وبرنامج وطني كفاحي جديد. المطلوب ثانيا إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني وإنشاء قيادة وطنية موحدة فلسطينية تقود النضال الوطني. وثالثا حل المعضلة التي أشرتم إليها، وهي معضلة التناقض القائم فعلا بين وجود سلطة تحكم الناس وهي في نفس الوقت يجب أن تكون حركة تحرر وطني. في تناقض هنا يجب معالجته، ولا يمكن معالجته إلا بتغيير وظائف السلطة وإعادة مهام النضال الوطني إلى مكانها الطبيعي، قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي همشت لصالح السلطة الفلسطينية، إعادة هذا الإطار الوطني على أساس ديمقراطي. هذا هو المخرج الوحيد من الوضع القائم. أما بالنسبة لإسرائيل ومشاكلها الداخلية، طبعا هذا شيء طبيعي، لأنه في ثلاث عوامل تتحكم في هذا الانقسام الداخلي الإسرائيلي. أولا العامل الأول يجب أن لا ننساه، أنه نحن نتحدث عن كيان مصطنع، يعني اصطنع اصطناع من اللغة إلى التاريخ المخترع إلى أشياء كثيرة أخرى إلى النشاط السياسي نفسه. ثانيا نحن نتحدث عن مجتمع غير متجانس في حالة عدم تجانس داخلي. لكن المسألة الثالثة التي تؤدي إلى هذه الانقسامات، وهو ما يحاول أن يخفيه الساسة الإسرائيليون، هو فعلا أزمة الحركة الصهيونية التي كانت قائمة على فكرتين: الاستيلاء على الأرض بالقوة ونجحوا بذلك، والأمر الثاني التخلص من الشعب الفلسطيني وفشلوا في ذلك. اليوم عدد الفلسطينيين على أرض فلسطين أكثر من عدد اليهود الإسرائيليين، والسؤال هنا هل هو وجود سلبي كما تريد إسرائيل أم وجود مقاوم ومكافح؟ وهذا ما يسبب الأزمة في الواقع لإسرائيل وللحركة الصهيونية. وهذا أيضا يعني محل نقاش يفترض أن
نطلع فيه أو نخوض فيه، خصوصا انطلاقا كما أشرنا من التطورات على الأرض المحتلة لا سيما الضفة. المآلات سنبحث وإياكم ضيوفنا فيها، ولكن بعد فاصل قصير سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد، دكتور مصطفى البرغوثي، وسيد أحمد غنيم، ومشاهدينا تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. بعد ثلاثة عقود على اتفاقية وتوقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، محطة سياسية وميدانية مهمة شهدتها الساحة الفلسطينية. عودة القيادة الفلسطينية بقيادة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات إلى غزة في تموز يوليو عام 1994، يتوجه بعدها إلى أريحة في الضفة الغربية. أيلول سبتمبر عام 2000 بدأت الانتفاضة الثانية، أبرز المحطات الميدانية بعد أوسلو إثر اقتحام أرييل شارون المسجد الأقصى، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء خلال تصدي المقدسيين لهذا الاقتحام. كذلك اتسعت رقعة والاستيطان في الضفة الغربية والقدس بعد عام 2002 لينهي الاحتلال أعمال بناء الجدار الفاصل قرب الخط الأخضر الذي يأتي في إطار السياسات الإسرائيلية الاحتلالية التوسعية. تحرير غزة عام 2005 النقطة الفارقة في التاريخ الفلسطيني بعد طرد الاحتلال للمرة الأولى من أرض محتلة بعد النكبة، وبعد أن عمد الاحتلال إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى ما يشبه الإدارة المحلية، فشلت المفاوضات في التوصل إلى حل نهائي أو ما يسمى دوليا حل الدولتين. في هذه الأثناء تعاظمت قدرات المقاومة الفلسطينية وتوحد ساحاتها في غزة والضفة والداخل المحتل، وتمكنت من فرض معادلات ردع وقوة جديدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي. نعود من جديد لضيوفنا، جدد الترحيب بهم سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد معنا من دمشق، دكتور مصطفى البرغوثي معنا من رام الله، وأيضا معنا من القدس السيد أحمد غنيم. مرحبا بكم من جديد سيد أحمد غنيم. بناء على ما ناقشنا قبل الفاصل وصولا إلى النقطة الفارقة، ما هو الخيار الذي يمكن أن يبنى عليه؟ بمعنى في مراهنة على الولايات المتحدة الأمريكية، برزت حتى زيارة بايدن الأخيرة والتقاء الرئيس محمود عباس، وأيضا وصولا إلى المشهد اليوم على الأرض الفلسطينية، ما الذي يمكن أن نراه بعيدا عن المسار الذي كما قلت من البداية لم يحقق أكله، وفي العين أيضا على الكلمة التي سيلقيها محمود عباس الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة؟ هل ستحمل ربما أو تنصح أو تأمل بأن تكون تحمل عنوانا مختلفا في الخيار؟ نعم بالتأكيد، نعم بالتأكيد. أنا أعتقد أن مهمة الأخ الرئيس أبو مازن في هذه الجولة وفي خطابه في الأمم المتحدة مهمة تاريخية، وربما يعني يستطيع أن يجعل من ذلك حدثا تاريخيا لا ينسى في التاريخ الفلسطيني إذا أراد ذلك وإذا توفرت له الإمكانيات للقيام بذلك. أهم ما يجب أن يستند إليه الرئيس الفلسطيني في هذه الحالة أن الشعب الفلسطيني عصي على الكسر، عصي على الهزيمة. نحن أختي الآن في أوج انتفاضة حقيقية ثالثة غير معلنة، لأنه لا يوجد لها قيادة ولا يوجد لها رعاية، ولكننا أمام انتفاضة حقيقية. عدد الشهداء الفلسطينيين ما يزيد عن 140 شهيد من بداية العام، أكثر من 4000 أسير من بداية العام، ضعفي ما تم في الانتفاضة الثانية. الاجتياحات الإسرائيلية اليومية للأراضي الفلسطينية، للمخيمات الفلسطينية، للمدن الفلسطينية، العمليات التي يشنها المقاومين الفلسطينيين ما يزيد عن 200، أكثر من 280 عملية. يعني هذه انتفاضة حقيقية لم يلتفت لها العالم بعد. نحن في أوج انتفاضة. أنا أعتقد أنه من المهم أن يستند خطابنا الفلسطيني على حادثة الصمود هاي، وأن نتحدث عن المظلومية الفلسطينية بشكل يعني عميق وقوي، ولا يرعبنا ولا نخاف من كل التهديدات التي يقوم بها الاحتلال على المستوى الدولي.
ولا من التهديدات الأمريكية التي توجه للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خاصة في اجتماعاتها الأخيرة، أنه إذا ذهبتم إلى مجلس الأمن سنفعل كذا وكذا وكذا وسنقوم بكذا وكذا كذا. علينا مرة واحدة أن نقول للولايات المتحدة الأمريكية أن مصالحنا الفلسطينية هي التي تحكم إرادتنا وتحكم سياساتنا وليس أي شيء آخر. أنا أتفق مع كل ما قاله الأخوة، وخاصة ما قاله الدكتور مصطفى فيما يتعلق في أن الوضع معقد، ولكني أختلف مع الدكتور مصطفى في أن هناك إمكانية لإعادة تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية في هذا الوقت. لا يمكن تغيير وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن هذه الوظيفة محكومة باتفاق تفويض صلاحيات. علينا أن نخرج من تحت اتفاق تفويض الصلاحيات. هذا الاتفاق تفويض الصلاحيات لا يؤهل ولا يمهد للسلطة، ولا يمكنها أن تعيد تغيير وظيفتها. وبالتالي علينا أن نغير كل منظومة الحكم. لا يمكن لحركة تحرر وطني تأخذ تفويضها من المحتل أن تحافظ على إمكانية هويتها كحركة تحرر وطني. لا يمكن أن تحافظ على هويتها كحركة تحرر وطني ما دام هذا التفويض من المحتل. هذول أمرين متناقضين. علينا حتى في الإطار الزمني، يعني اتفاق أوسلو انتهى، وإضافة بالجانب العملي، أنا لأن الوقت شار على الانتهاء سامحني، أسمع رأيك سيادة اللواء أبو أحمد. أعطيني ثانية واحدة. رغم أن الوضع معقد، يمكننا أن نعلن دولة تحت الاحتلال ونشكل مجلس تأسيسي تحت الاحتلال تكون مرجعياته الشعب الفلسطيني وليس اتفاق أوسلو. مرجعيته الشعب الفلسطيني وليس اتفاق أوسلو. طيب هل العوامل موجودة؟ اسمح لي سيادة اللواء، لأنه هذا مهم جدا، وربما من واحدة من المطالب التي طرحت أو الفرضيات أو السيناريوهات التي تدرس، بأنه إذا إعادة إعلان يعني دولة تحت الاحتلال وإعلان يعني تنصل من كل اتفاقيات أوسلو، وهذا يا سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد، هل هذا قابل للتنفيذ؟ ما الذي قد يحول إليه؟ وإلى أي حد ما يجري على الأرض قد يعزز ذلك؟ أنا أوافق على ما تفضل به الأخ أحمد غنيم، ولكن هذا الموضوع يحتاج الحقيقة إلى مبادرات تؤدي إلى أن تكون يعني الساحة الفلسطينية بحدود معينة قد وقفت أمام برنامج جديد، لأنه يعني ما جرى انتهى. كل هذا ما تم المراهنة عليه سابقا من أوسلو والتسويات وإلى آخره، هذه مرحلة انتهت. نحن الآن أمام مرحلة جديدة عنوانها انتفاضة ثالثة. نعم، انتفاضة ثالثة بأشكال مختلفة بأساليب مختلفة، وشعبنا عظيم ومبدع وإلى آخره، ولكن يمكن نكون لأول مرة نحن أمام مقاومة كل الشعب الفلسطيني، وليس هذا التنظيم أو ذاك. تنظيمات على رأسي وعيني، ونحترم يعني كل ما تقدمه من تضحيات وإلى آخره، ولكن دائما هدف الفصائل الوطنية والأحزاب الوطنية أن تصل إلى مقاومة كاملة من كل الشعب الفلسطيني بكل الإمكانيات المتوفرة، وهي الآن قائمة، سواء كان ذلك ما جرى بالأغوار أو ما جرى بزنجوب أو ما جرى بالنقب أو إلى آخره. هذه لا تسمى مبادرات، هذه مقاومة، مقاومة الشعب الفلسطيني من جراء الجرائم التي ارتكبها العدو على صعيد مصادرة الأراضي وعلى صعيد القتل اليومي وعلى صعيد الاعتقالات وعلى صعيد هدم البيوت إلى آخره. هذه كلها تخلق ردة فعل مقاومة، ومقاومة قد تكون فردية وقد تكون شخصية وقد تكون سياسية وقد يكون مرجعياتها تنظيمية إلى آخره. نحن أمام وضع في تقديري يدعو للتفاؤل، وأمام فعلا دعم ممكن أن نستند له من قبل محور المقاومة، وهو جدي وليس شكلي. لذلك أقول بكل وضوح، ما هي الخطوة القادمة؟ كيف نتصرف كفصائل، كمنظمة تحرير؟ إلى أين بدنا نبقى هيك بهذه الخلافات؟ مبادرة جزائرية ضربت، مبادرات أخرى ضربت، إلى أين؟ من الذي يضرب هذه المبادرات؟ اسمح لنا نتحول بهذا السؤال. أين سنحصل على الوحدة الوطنية لنضع برنامج جديد يجيب على هذا الواقع؟
ما رأيك بذلك دكتور مصطفى البغروثي؟ وبالمناسبة لا الانتفاضة الأولى ولا الثانية يعني قيادات قامت بها، وإنما لحقت بالركب، والبعض يقول بأنه والنتائج على الأرض لم يحسنوا استثمار ما جرى بالدم على الأرض الفلسطينية في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، ونحن أمام استحقاقات في عملية يعني أشار إليها سيادة اللواء في نهاية الشهر يعني رأس السنة العبرية كما يتم توصيفها، والشهر المقبل موضوع قربان الغفران وما إلى ذلك أيضا من الاحتفالات الخاصة بالنسبة للتوقيت أو التقويم التوراتي. وهذا يدفعنا للسؤال العنوان المقبل، كيف يمكن أن تطلع القيادات الفلسطينية بالمسؤولية التاريخية اليوم؟ شكرا لك. باختصار، أولا الشارع الفلسطيني تجاوز القيادات الفلسطينية وتجاوز الفصائل للأسف الشديد، وهو يصنع على الأرض وحدة نضالية، يعني يتجاوز حالة الانقسام بالوحدة النضالية التي نراها في مخيم جنين، نراها في مدينة نابلس، نراها في إصرار المقاتلين المناضلين أنه عندما يستشهدوا أن لا يوضع عليهم سوى علم واحد هو علم فلسطين، ويبتعدوا عن كل الفصائلية والتعصب الحزبي، وهذا تطور إيجابي مهم. ثانيا، منذ سنوات نحن نقول أن حالة الوضع القائم في فلسطين الآن وضع حالة انتفاضة جديدة من نوع جديد تجري على شكل موجات منذ عام 2015 وما زالت مستمرة، وبالتالي هذا هو التشخيص الحقيقي للوضع القائم على الأرض. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالسلطة، أنا سأكون أسعد واحد في العالم إذا كان في قرار عند الإخوة في حركة فتح يحل السلطة الفلسطينية، والذي يحكم السلطة الفلسطينية الآن السلطة في الضفة تديرها حركة فتح، والسلطة في قطاع غزة تديرها حركة حماس وليس نحن، وبالتالي إذا كان القرار الاستراتيجي هو حل السلطة أهلا وسهلا، هذا يعني نرحب به، ولكن ما هي الهياكل التي ستنشأ وتوحد الفلسطينيين كي لا يكون هناك فراغ في الساحة الفلسطينية وننتقل إلى حالة من الفوضى الداخلية؟ هذا هو السؤال المركزي الذي يجب أن يطرح. في نقطة مهمة جوهرية باختصار شديد، المطلوب وأكرر ليس فقط نهج واستراتيجية وطنية كفاحية جديدة، بل المطلوب مراجعة الهدف الوطني الفلسطيني. في عام 88 منظمة التحرير تخلت عن هدفها الأصلي وهو إقامة دولة ديمقراطية على كامل تراب فلسطين، وتبنت حل الدولتين. اليوم أنا أقول قتلوا حل الدولتين. لذلك الهدف الوطني الاستراتيجي الذي يجب أن تعاد صياغته يجب أن يكون ليس فقط إنهاء الاحتلال، وقضية فلسطين ليست فقط الضفة الغربية وقطاع غزة، بل إنهاء كل نظام الاحتلالي الاستيطاني الأبرتايد العنصري في كل فلسطين التاريخية الذي يمس كل الفلسطينيين في كل مكان. أما بالنسبة للأمم المتحدة، ما كان في نفس العمل مع الأمم المتحدة، هذا عمل مكرر، ولكن أنا أريد أن أقول إذا أرادت السلطة الفلسطينية أن يسمعها العالم، وإذا أرادت قيادة منظمة التحرير أن يسمعها العالم، لا يكفي أن يذهب الناس إلى مجلس الأمن مرة أخرى. المطلوب ثلاث خطوات عندها سيفتح العالم أذنيه. أولا إعلان إلغاء اتفاق أوسلو، إعلان إلغاء الاعتراف بإسرائيل. ثانيا إعلان وحدة وطنية فلسطينية ووحدة جميع القوى في قيادة وطنية موحدة. شكرا. وثالثا إعلان نهج وطني جديد، وما اقترحته يعني وآمل أن يلقى هذا قبولا، أنه هذا هو الآن الهدف الوطني الفلسطيني الجديد. إذا شكرا. حدث ذلك العالم بأسره سيفتح أعينه. شكرا جزيلا لك. سامحني دكتور مصطفى البرغوثي، انتهى الوقت بالكامل. الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ضيفنا من رام الله، سيد أحمد غنيم القيادي في حركة فتح وعضو مجلس وطني معنا من القدس المحتلة كنت، شكرا جزيلا لك. وسيادة اللواء أبو أحمد فؤاد مسؤول دائرة العلاقات العربية والقومية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضيفنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. من جديد شكرا لضيوفنا المشاهدين. المساء انتهت دائما، للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء. We'll be right back.